تكنولوجي ودايما مع فادي، واليوم اخبار جديده من الاسواق الالكترونيه. منيح اللي انت عامل جوله، مش ضروري حدا ينزل على السوق اليوم. صحيح، لا بس اكشلي في كثير اشياء مهضومه، في كثير اشياء مفيده. بقول صباح الخير لكل المشاهدين، وراح اخبرك على شغله كثير كانت مهمه فينا نقول بكل كل عناصر الشرطه، كل عناصر الامن اللي عم بيتعرضوا لاطلاق نار بكل بحياتهم فينا نقول اليوميه اللي بيواجهوا فيها هالمخاطر. صحيح، الفكره الجديده هي كيف يتوقوا او كيف في طريقه اخترعت لحتى يخففوا من الاصابات او ليحدوا من الاصابات برصاص بالتحديد. عاده بيلبسوا الفيست اللي هي بتحمي بولت بروف. هلا صار في شيء ديزاين او فكره جديده بتحمي اكثر من شخص، يعني فيها تحمي لثلاث اشخاص. هي كانت موجوده بس كانت حديد. الفكره اتكلوا على الاوريغامي، هالطريقه الفولدنج اللي بيتبعوها كانوا اليابانيه، اتبعوها بفكره جديده لحتى يعملوا واقي من الرصاص هالشرطي يقدر يتخبى وراه ويحافظ على حياته. ومثل ما عم بقول لك بيقدر يحافظ يطويها. مش بس هيك اكزاكتلي، هي الفكره انه تنطور ينقلها معه لانه قبل الحديد كان وزنها كثير ثقيل. هون عم نحكي عن وزن ماكسيموم 25 كيلو، مش بس بورتبل. ولكن المواد المصنوعه منه بيحمي من الرصاص، بيحمي لانه في 12 لاير كيفلر. وهلا بنشوف انه مش بس بيحمي من رصاص فينا نقول الفرد العادي، عم نحكي عن الماجنوم ال 44 اللي هو من الاكبر الفرودي. وزنه مش ثقيل قلت لنا 25 كيلو اكزاكتلي. وخمس ثواني بدها، بس خمس ثواني دغري بيقدر يفتحها. وبتقدر تحمي لثلاث اشخاص من الرصاص. الحلو كنت عم بقول لك انه بتثبت بمكانها لانه قوه الرصاصه مش صحيح. هني يعني ما بتقلبها. هن فكروا انه رح تقلبها وبالاخص، بس اكيد دقموا بتجارب عديده. صح، هلا رح نشوف التجارب كمان. بس كبروا العيار، يعني وصلوا للماجنوم 44 بالفرودي اللي هو من عيار اكبر قوه. صحيح، من عيار ثقيل. فالفكره انه ما قلبت، كانوا متعتقدين انه هالضغط اللي رح يقدر يقلبها ما قلبت. وعم نشوف هون كيف بلشوا يخترعوا الديزاين، متكلين على فكره الاوريغامي اللي هي فكره يابانيه. وبالنهايه الكافلر اللي هال 12 لاير الكافلر الموجوده فيها هي رح تحمي الشرطي من الرصاص. فظيعه، مهضومه كثير، وبعدهم عم يشتغلوا عليها، يعني بعدهم عم يعملوا تيستات عليها باتكالهم اكيد على خبرات الشرطة. هي فكره يابانيه كمان او بس مستنده على الاوريغامي؟ مستنده على اليابانيه اذا بدك. سو هون عم نشوف التسات ونشوف انه ما عم تخرقها الرصاصه ولا حتى عم بتوقعها، ما عم تهز. ما اكزاكتلي كانه اتس فلكسبل، يعني اتز لانه منا مثل الحيط الجامد. صح، صح، منا حديده، منا شيء جامد. هي هالكافلر هو نوع من القماش، مشان هيك فيها خفه الوزن وقادرين يتنقلوا فيها ويستعملوها محل ما بدهم. حلوه، حلوه كثير ومهمه كثير. الله يحمي شبابنا. اكيد 100%. الفكره الثانيه، رحنا كثير هلا تكنولوجي، نزلنا على السوق. هون الفكره مهضومه كثير. بتتذكري انا مش على ايامي الان حتى نشوف شو ايامي. تتذكر النوكيا 3310؟ لك انجا كلمه نوكيا انا اتذكرها. اوكي. 3000 شو؟ 310. لا هالتليفون اخذ الشكل بنعرفه هلا، رح تشوفي الشكل 100%. شوفي شكله هالتليفون اللي اخذ ضجه كثير كبير، وبوقتها كان شوي بيعتقدوا انه شوي سابق عصره لانه كان قوي روبوست، بيوقع ما بينكسر. شكله ما كان في عنده انتين بالوقت اللي كان بعد في انتينات بالتليفونات. هو وصل بلا انتين من النسخات الاولى، يعني للبورتبل فون بنوكيا. من لا مش الاولى، من بعد ما تخلصوا من الانتين يعني اذا بدك. وكان وان تاتش بالنص. سو هلا رجع هيدا الديزاين الجديد. هلا قبل كانت الشاشه، سمعت من فتره انه كثار عم بيطالبوا فيه لانه كان كثير مهم بوقتها، وفي كثير ناس عندهم نوستالجيا للاشياء القديمه. هلا كمان بالفيديو بتشوفي قديش مهضوم، لانه ولكن التكنولوجيا الجديده موجوده فيه او كمان مثل ما كان سابقا؟ لا مش كل التكنولوجيا، يعني هو اتس نوت سمارت للناس اللي ما بدها. في ناس ما بدها واتساب، في ناس ما بدها وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال.
هو بيشغل على 2G وصلحصي في عدة ألوان، وهالألوان كتير مهضومة يعنينا، حجمه صغير بس السكرين أكيد طوروها، كانت مونوكروم صارت سكرين ملونة. والفكرة ما بعرف إذا بعد في ناس، إذا في ناس بعد بتعرف تكتب بلا ما يكون كيبورد كامل، يعني هون إذا لاحظتي على كل توش مثل ثلاث أحرف، ثلاثة أو أربع أحرف، ففي ناس بتحب غريبة شوي، في ناس بتحب، في ناس أكيد بتقول لا. كان هيك؟ لا البلاك بيري كان، لا كان عنده كل كبسة حرف 100% كيبورد كامل. فالفكرة رجعت تطورت، شركة طورتها بالتحديد مش نوكيا، اتش ام دي. والتليفون هلا رح يكون بالاسواق قريبا لكل اللي بحبوا هالنوع. الحلو انه زادوا عليه كاميرا 2 ميجا بيكسل، اكيد منا كثير 2 اونلي 2، بيشتغل على 2G يعني انجا نعرف الشخص ولا 3G ولا 4G، اتس 2G يعني حتى بالبلدان المتطوره، يعني نحكي امريكا رح توقف 2G بوقت قريب، عم نحكي بالمنطقه عندنا بركي بالفار ايست بافريكا يستعمل. في شغله حلوه انه راح يكون في عنده 2 سيم كارد، في اف ام، في ام بي 3 بلاير، اتس 16 ميجا بايت انترنال ميموري، بس اكيد مع الاس دي كارد بتكبريها 32، فبصير عندك ميموري كافيه يمكن تسمع الميوزك. والحلو كثير بهالتليفون هي البطاريه اكزاكتلي البطاريه بتضاين اذا ما استعملت ستاند باي 31 يوم. 31 يوم اذا ستاند باي، ما حدا بدق لك ما استعملتي. هذا السبب الرئيسي بتصور لي عم بتقول 31 يوم. وهو هو من قبل كمان كان بطاريته مهمه، ستاند باي كخط ثاني يبقى معنا كل الوقت. صحيح صحيح تاني. صحيح. فهيدا النوكيا 31 يوم الجديد اللي جدد يعني فينا كل نقول. 10 بيشتروا تشارجر واحد كل شهر بمرقوعه حدا. هلا اذا استعملتيه اكيد ما راح يضاين القد ايه، بيضاين ساعات بس بيضاين نهار كامل بكل سهولة إذا عم تسمعيها لفترة طويلة. يعني بتنعتبر MP3 إذا عم تسمع الميوزك 51 ساعة، إذا FM عندك 31 ساعة، فشوف قديش بطاريته مهمة. رح روح لآخر آيتم رح لحق أحكي عنه اليوم، هيك خبرية كمان مهضومة. It's portable projector. It's a video projector صغير. هالبروجيكتور حجمه صغير لدرجة فيك تحطيه بجيبتك، فيك وزنه 132 جرام، كتير كتير خفيف. الأفانتاج الكبير فيه هالقوة الإضاءة اللي فيه، اللمبة اللي فيه اللي هي أكيد عم نحكي هون عن LED، عم تعطينا سكرين فيك تعمل بروجيكشن على حيط بس بحجم سكرين 80 إنش مع ريزولوشن كتير عالية، كتير كتير مهمة. الصورة رائعة. هذا نشوف شوي بالفيديو كمان. استخدام منزلي. استخدام منزلي حتى. بالمكتب. Exactly. إذا عندك presentation كمان. هذا indoors بس فادي إيه؟ بالأماكن الداخلية. بالأماكن الداخلية هلا أكيد outdoor. بالليل برا. يكون بالليل. صح بالليل. صح. Okay. يعني هلا رح نشوف هون بالفيديو حتى عم نشوف بنشوفه برا. It's wireless. It is wireless. هذا okay. هذا الحلو يعني حلو لموسم الصيف برا اذا ظهرنا. صحيح صحيح. والحلو انه كمان في واي فاي، سو يو كان ستريم فروم يور فون. شو عندك؟ اي بس على شو بدنا نعمل؟ على حيط ابيض. حيط اوكي. شو ما كان عندك، شاشه، حيط، شاشه، حيط، شرشف. شرشف بفكر اذا كنا على البحر شرشف وكله كله منشفي. حلو. لا شغل. لا بس شوفي فكر، شوفي قد ايه صغير، شوفي حجمه، وعم لك بيشتغل 90 دقيقه يعني ساعه ونص بلا بطاريه. واذا في شغل على البطاريه فيك توصلي اتش دي ام اي. كمان شوفي هون على الفان عم يحضروا، في يكون كمان بلوتوث اند واي فاي هاي ديفينيشن. صوره هاي ديفينيشن، هيدا هيدا الحلو فيه، مش 2 ميجا بكسل اكزاكتلي. كثير حلو. سعره منيح؟ سعره هلا كثير منيح، عم نحكي تقريبا 290 دولار. حلو. اه بالنسبه للتليفون سعره 52 دولار، ما انه كثير غالي. خلص دغري على السوق هذه. ليك وزعهم بكره على عيد الميلاد قريبا. مجموعه. ثانك يو فادي. هذا اخبرنا لليوم. ثانك يو. رح ننتقل انا وياك تنتعرف على مواصفات سياره مميزه اوتو فوكس. في بريك؟ ما في بريك، مباشره اوتو فوكس. ثانك يو فادي. ثانك يو.